دخلنا في الأسبوع الثاني من عملية الاختراق السبراني اللي تعرضت لها وزارة المالية، وحسب بيانها المنشور أمس بأن نجحوا المخترقين بنسخ مجموعة من العقود المهمة والحساسة المتعلقة بأملاك الدولة، وبيانات أيضا كثير من المواطنين أصبحت بيد المخترقين. وما حصل مع وزارة المالية هي مجرد بداية لمستقبل الهجمات السبرانية والغزو السبراني اللي راح تتعرض له دولة الكويت، واللي راح تتعرض له أي دولة في العالم نتيجة التوسع الكبير في رقمنة مؤسسات الدول. اللي حصل مع وزارة المالية هذا مو أخطر شيء، هذا أقل شيء ممكن يواجه الكويت. خطورة الغزو السبراني على أي دولة يصل إلى أبعاد ما ممكن لأي إنسان أن يتخيلها، وأنا بعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن الغزو السبراني إذا ضرب الكويت أو ضرب أي دولة لوين ممكن يوصل. واحد، ممكن نقوم من النوم الصبح ونلقى كل الكويت ما فيها كهرباء، ولكم أن تتخيلوا يعني الوضع اللي راح يكون في المستشفيات أو اللي متعطل عليه المصاعد وغيره من الأشياء اللي إحنا ما ودنا يعني نشرحها، بس مخاطر لما الدولة كلها تصحى من غير كهرباء. اثنين، لما تتعطل الأجهزة المصرفية بالكامل، يعني مو إن ماكو فلوس ولا ماكو رواتب، لا، أنت راح تشوف حسابك ينزل في راتبك والدولة فيها فلوس لكن تبي تروح تسحب ما تقدر، تبي تروح تدفع عن طريق الكريدت كارد ولا عن طريق أبل باي ما تقدر، تنشل الحركة المالية في الدولة، ولك أن تتخيل أبعاد مثل هذا الاعتداء السبراني اللي لا سمح الله ممكن في يوم من الأيام يضرب الكويت. حركة الملاحة الجوية والبحرية، دخول وخروج البضائع، الطائرات في المطار، الإقلاع والهبوط وغيرها من الأمثلة والمخاطر اللي ممكن تواجه الدولة إذا ما قمنا بدورنا بالشكل الصحيح في بناء منظومة دفاعية سبرانية تواكب هذه المخاطر. أنا مو هدفي من هذا المؤتمر الصحفي أني أثير الخوف ولا أثير القلق، أنا هدفي من هذا المؤتمر أني أنشر الوعي العام للمجتمع، للبرلمان، للحكومة، لكل مؤسسات المجتمع المدني، حتى نتحرك كفريق واحد لبناء منظومة دفاعية متقدمة. وأنا بديت من نفسي، أنا بديت كنائب بتفعيل أدواتي الدستورية، بدأت أولا باقتراح أن للبنك المركزي، ومشكورا استجاب وطبقها، بأن يكون في غرفة عمليات على مدار الساعة في البنوك، بحيث لو تعرض أي مواطن كويتي لمحاولة اختلاس سبراني من حسابه البنكي ما ينتظر لثاني يوم ويقدم شكوى وبعدها ينظرون في عملية الاختراق، لأن الوضع اللي قاعد يحصل الآن تصير عملية اختراق معينة على ما يصير ثاني يوم ويأخذون يعني الأجهزة المصرفية أكشن معين، إلا المختلس سحب أمواله كاش من حسابه الخاص وأصبح تتبعه مستحيل. فكرة لما تكون 24 ساعة عندنا غرفة عمليات في البنك المركزي أن مباشرة يتم حجز هذا المال ويكون له تتبع مباشر، بحيث ما يقدر المختلس أنه هو يسحبه أو يحوله خارج الكويت. في موضوع الابتعاث، ووصلتني رسائل إيجابية من التعليم العالي بأنهم راح يتوسعون في ابتعاثات الأمن السبراني، هذه طبعا يعني اقتراح إن شاء الله ماشي، لكن نتائجه راح تكون بعيدة المدى، يعني ما راح نقدر نجني ثمار هذا الاقتراح إلا بعد 4 أو 5 سنوات. فهذول الاقتراحين دخلوا إن شاء الله في حيز التنفيذ، واليوم سأقدم الاقتراح الثالث واللي بوجهة نظري هو الاقتراح الأهم، لأن الكويت حاليا قاعد تعكف على تعيينات كبيرة في جهاز الأمن السيبراني، وهذا الجهاز الذي تم تأسيسه منذ عدة سنوات، تأخرنا مع الأسف، لكن الآن بدأت الأمور تتحرك في تعيين الموظفين في هذا الجهاز، وهذا الهدف المباشر اللي خلاني أطلع اليوم. أكبر خطر أو أكبر خطأ إذا كان التعيين في جهاز الأمن السبراني يكون بالطريقة التقليدية للأجهزة الحكومية، بمعنى كتاب ترشيح، تقدم اختبار نظري، يسوون لك مقابلة، شروط جامعية معينة، إذا رحنا بهذا الاتجاه في تعيين الخبرات في جهاز الأمن السبراني فراح تكون نتيجتنا
الفشل، لأنه مو هذا هو الأساس السليم للتعيين في أجهزة في الأجهزة السبرانية. أتفهم أن بعض الوظائف الإدارية تكون بالطريقة التقليدية في التعيين في ديوان الخدمة المدنية، هذا أمر عادي، لكن أنا أتكلم عن تحديداً المناصب والوظائف الفنية المعقدة. طيب شنو الحل؟ سأقدم اقتراح، وهذا الاقتراح راح يشاركني فيه الدكتور عبد العزيز الصقعبي، وهو اقتراح الهاكاثون. شنو الهاكاثون؟ الهاكاثون ما راح أعطيكم بعض الأمثلة البسيطة بس عشان المشاهد والمتلقي توصل له الفكرة، لكن اللي حاب معلومات أكثر يقدر يدخل على جوجل ويكتب هاكاثون. هاكاثون هو عبارة عن مسابقة سبرانية تتبناها وترعاها الدول، بحيث يتقدم مجموعة من المهتمين في مجال الأمن السبراني ويعملوا مسابقة على مستوى الدولة. على سبيل المثال، هي طبعا تفصيلاتها أكثر ومعقدة أكبر، راح نشرحها إذا تم تبني الفكرة، لكن على سبيل المثال تعالوا يبقى إحنا في مجلس الأمة، من ينجح في اختراق موقع الرسمي لمجلس الأمة يتأهل إلى التعيين، من ينجح في اختراق أنظمة مثلا وزارة الإعلام ينجح في التعيين. لأن هذا المجال، مجال الهاكرز ومجال الأمن السبراني، مو بالضرورة يكون متعلم. كثير من أخطر الهاكرز اللي على مستوى العالم وأكثر الناس المتخصصين ترى ممكن تكون شهادته ابتدائي ولا ممكن تكون شهادته متوسطة. فلما جاءت الدول واستوعبت هذا الأمر قالت أنا ما أقدر أعتمد على شهادة ولا اختبار نظري يحفظ في البيت بعض المعلومات ويطبقه عندي. طريقة المسابقة وطريقة الهاكاثونز هي اللي تخليني أقدر أطلع أفضل الخيارات اللي موجودة عندي داخل المجتمع حتى أؤهلها في المناصب العليا في بناء المنظومة الدفاعية السبرانية الكويتية. وهذه الفكرة مو فكرة عبد الوهاب، هذه فكرة مطبقة، وآخر من طبقها يعني المملكة العربية السعودية، وكان لها نتائج إيجابية وممتازة. ومن يبحث أيضا عبر الإنترنت عن التجربة السعودية في الأمن السبراني يشوف أنا شنو أقصد. ولا نستهين يعني بالشباب اللي موجودين معانا اليوم في الكويت. يعني أنا بس، وهذه من باب المصادفة، هذا خبر منشور في جريدة الرأي في تاريخ 25/9، يعني قبل يومين، محكمة الجنايات الكويتية تنظر في محاكمة هاكر كويتي اخترق البنتاغون، اخترق وزارة الدفاع الأمريكية. هاكر كويتي عمره 28 سنة. طبعاً أنا ماني معجب بهذا السلوك، هذا سلوك خاطئ ويجب أن يحاكم، لكن الفكرة اللي أنا بوصلها وليش ذكرتها كمثال، إن عندك أنت في كويتيين إحنا ما نعرفهم قدروا يخترقون البنتاغون. هذا لو كان في عندنا مسابقات مثل مسابقات الهاكاثونز اللي أنا قاعد أقترحها، ممكن هذا بدل لا يتحول إلى مجرم إحنا ممكن نستفيد منه. هذا ممكن تلقى شهادة ابتدائي ولا متوسط، مو معناته لازم يكون متعلم في أفضل الجامعات حتى يكون متخصص في الأمن السبراني. وأنا متأكد بأن في كثير من الشباب الكويتي اليوم موجودين في الكويت ما هم مجرمين ولا عندهم نزعة إجرامية، فما راح يروح يخترق لك البنتاغون ولا يسوي يعني اعتداءات سبرانية على الكويت أو خارجها. وبالمقابل هذا لو يصير فيه إعلان للجهاز المركزي للأمن السبراني ما راح يقدر ينقبل، إما شهادته ما راح تكون كواليفايد، إما اختبارات نظرية هو ما راح يعرف يعني يتجاوزها، وتلقاه من أخطر الهاكرز اللي موجودين على مستوى العالم. ولا البنتاغون، هذا منو يقدر يخترق البنتاغون؟ وزارة الدفاع الأمريكية، شاب كويتي عمره 28 سنة. فهذه رسالة للأخ وزير الداخلية تحديدا، كونه المعني بجهاز الأمن السبراني، كونه جهاز الأمن السبراني يعني يتبع وزير الداخلية. أتمنى أن نحن نطور نفسنا في طريقة توظيف الكفاءات في الدولة.